صباح الخير زملائي في استوديو نسمة زاغروس، صباح الخير على كل متابعي قناة زاغروس. موضوع استطلاع لليوم عن البقالة وأصحاب البقالات وشنو المشاكل اللي تواجههم، ابقوا ويانا. مشاكل ماكو، بس موجود مخضر، بس هو المستورد غالي والاسعار يعني هي مرتفعه بصوره عامه. طماطم اليوم بالعلويه ب1000 دينار، احنا جايين نبيعها حاليا هنا أنا بالمحل ب1000 دينار، فماكو فلاح ينزل زرع، فلاح ما مدعوم، لا عنده كيمياء ولا عنده مي ولا كذا ولا كذا، شو يدعم شو يجيب زرعته ما يسد قيمه نص فلوسه، ظل المستورد، المستورد هو غالي اساسا. واذا تريد الدوله تفتح المستورد تقدر تفتحه وتنزل سعره، تقدر تفتح الطريق، المنافذ اللي هو من المستوردين مخضر، هم كل ما ياخذون السيطرات كل براد فد 20 ورقه و30 ورقه، والسيطره الثانيه 20 ورقه و30 ورقه، والرابعه والخامسه صار البراد اذا تكلفته 4 شدات صار 9 شدات. الشغله اللي ما بيها اللي اثر على الشارع او على المجتمع هناك صوره عامه بالعراق، قطع الشوارع، واكو ناس بعض التجار الظروف مستغلين هاي الظروف يغلي الاسعار بسبب السيطرات بالمداخل من محافظه لمحافظه، فهنا سلط الضوء لا سبب المزارع ولا ابو العلوه ولا ابو المتجر اللي يبيع هاي السلع او الخضار، السبب بالنقل. النقل هسه الغاز متوفر لمحروقات السيارات، متوفر للسيارات، يعني ديمومة السيارات الخاصه، الاسعاف، سيارات الحمل، البرادات مستمره، بس اكو ناس من المعابر من محافظه لمحافظه، شفت على بالتلفزيون يقول الضابط الفلاني بالسيطره الفلانيه يقول الا هلقى يلا تعبر السيارات، هاي سلبا اثرت على الشارع العراقي. قليله كلش البضاعه العراقيه قليله، فهذا اللي يصير عليها سحب، منتج العراقي يصير عليها سحب فيصعد الزرع مالته. ناس سبب الفلاحين وقلة اليد العاملة في هذا اليوم، احنا بهذا مجتمعنا ماكو لا راتب لا شيء، درب كلين تقطعت، فالعالم لا عندها شو اسمه راتب، لا عندها شيء، يجيك اللي ضامنش كم فلس اشترى بين وقعد سكت، العالم طقها الجوع، يعني هواي ناس انه ماكو ما يقدر يعني يا دوب يقدر ياخذ له خيار وعلى قد الشيء يمشي حاله بي. والله تواجهنا احنا نوبات بال الاستيراد عندنا احسن من العراقي، لان العراقي جاي يلزمون علينا اسعار. الاستيراد من يجينا مناسب، احنا نستفاد والعالم هم تستفاد والفقير. اما العراقي غالي. يعني كاستيراد اليوم يعني الحدود مسدوده، منين يطب الاستيراد؟ اخويا تريلات جاي يطب استيراد ايراني. من منشآت كلها محمله رقي. لو مو هم يعني احنا رقي ما عندنا هسه. فقير السنوات عالم صايمة تريد تفطر على رقية، ماكو عراقي. يعني الفلاح يبيع غالي لأبو العلوة، لو أبو العلوة يلزم سعر. هو أكيد أبو العلوة يلزم سعر. ياخذ كمية وخليهن وبراحته مسيطر، غصبا ما عليك تشتري غالي وتبيع غالي. والله هو الحمل بخصوص الأسعار، أنت تعرف أنه عاد الأيام تكون الأسعار مرتبطة ارتباط بمنافذ دخولها وانتشارها بالسوق، وعندما يكون هناك أزمة معينة، أزمة اقتصادية أو أزمة مثل ما نمر بها اليوم، إحنا أزمة صحية عالمية، كثير من المزارعين تنقصهم أشياء كثيرة، ونلاحظ إحنا التقارير اللي نشاهدها على التلفزيون اليوم، هذه التقارير تؤكد أنه وزارة الزراعة ما تمدهم بالأسمدة، وزارة الزراعة ما تمدهم بالأشياء اللي تفيد زراعتهم، كما أن هناك الهجرة، هجرة المزارع من المزرعة إلى المدينة تحسباً إلى الأسعار اللي يحصل عليها كوظيفة. شفنا وسمعنا آراء أصحاب البقال والمواطنين أيضا حول الصعوبات والمعوقات أمام المحلي وسهولة المستورد. الرأي لكم بالاستوديو.